ما تعرفش للوهلة الأولى قد تظن نفسك في إحدى الأحياء الإفريقية، ذلك لما تراه من نمط معيشي بسيط. هنا المطلوب إيجاد مكان وزاوية للنوم فقط، في حين أن حلم البعض منهم الزواج والاستقرار في الجزائر. العينة من ولاد فايد بالعاصمة. نقدموا كل الشانشي ولا نقدموا كلش واش كان قدامنا نقدموا. انا الى نريا هنا عندي واحد يقول لي اعطيني طفله هنا نتزوج هنا في الجزائر، ولا انا نتزوج هنا في الجزائر نريا نورمال. تزوج جزائريه ولا تزوج من النيجر؟ لا نتزوج في الجزائريه. لازم تخدم؟ ما نكتمش. علاش ما تخدم؟ انا صغيره. صغيره ما تخدمش؟ ايه. واش جيت دير؟ نبيجي. واش دير؟ نبيجي. من النيجر الى تمنراست مرورا بعين صالح، تليها المنيعة ثم الاستقرار بالعاصمه، هو مسار هؤلاء اللاجئين لدخول الجزائر. هدفهم جمع الاموال، حيث يقبضون ازيد من 2500 دينار جزائري لليوم الواحد. دي هنا تمنراست يجيب جماعه اردي انسالا مشي تاكسي كار وي ينسالا والمنيا تاكسي هنا يا الجزائر المنيا والجي مشي الجي غرداي والمنيا وغرداي وي غرداي غرداي والجي انا يا مشي جي سرك روح تراباي وي تراباي كاني مزرعه كاني شانتي كاني ترابايتا سيما و كاكين كاكين ميتين وكمسين مية وكمسين دا كين أتلات مية كاكين مشي كيب كيب ترابايتا مزرعة شانتي كا مشي كيب كيب. على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشونها، إلا أن هؤلاء اللاجئين يعتبرون الجزائر مصدر رزق لهم ومكان عمل، ذلك لما يدخرونه من أموال تساعدهم في بناء مستقبلهم في بلدهم حسبهم.